يكسب من خلالها ضربة ركنية. ضربة ركنية سيتقدم المدافعون، سيتقدم جحفري، سيتقدم عبد الله الحافظ، سيتقدم كنو طوال القامة، سيتقدم كارلوس إدواردو، كلهم يتقدمون من أجل ماذا؟ من أجل أن يتقدم الهلال. الكرة الرأسية من إدواردو، ركلة جزاء. إنه وقت الهلال، إنه وقت الهلال، إنها أدارت ظهرها للاتحاد، فهل تدير وجهها للزعيم الآن؟ الكرة بقرار من حكم المباراة سريعة باحتساب ركلة جزاء في مثل هذا التوقيت القاسي جدا. شوف اللقطة، شوف يد بوني، يا بوني يا ضعت هناك هدفا، والآن تصيب النمر في مقتل، تصيب النمر في مقتل. لوسيشكو في الوقت الأخير ركلة جزاء يتقدم لها إدواردو. أتذكر القمة التي كانت في الجولة الماضية، ماكيتي ديوب يتسبب بركلة جزاء لفريقه أو على فريقه في مثل هذا التوقيت. ماذا يفعل بعض المهاجمين في الدوري؟ الآن اللقطة واللعبة والكرة من ركلة جزاء. إدواردو يريد أن يصبح هدافاً أولاً في تاريخ هذا الكلاسيكو. نشاهد ونتابع، عنده 6 أهداف في الدوري، عنده هدف في السوبر، الآن يريد أن يصبح أعظم هداف في تاريخ هذه القمة في لقاءات الدوري. نشاهد كارلوس إدواردو من علامة الجزاء في أوقات أخيرة قاتلة في هذه المباراة. إدواردو يتقدم، يا رب يا الله، لا يمكن لمثله أن يكتفي بالمشاركة. الكلاسيكو إغراء لا يقاومه إدواردو، لم ينسوا أهدافك لكي تذكرهم بها في كل كلاسيكو. يا سوبر، الهلال يظهر في وقت الهلال، يظهر في وقت الهلال، أدارت ظهرها للعميد، فأدار الهلال لها وجهه، ويقول الكلاسيكو لنا، النقاط لنا، الصدارة لنا، الفارق لم يتغير، معنا من يصنع الفارق. البلو باور الآن الرقم 3، اختصاص الكلاسيكو، لم ينسوا أهدافك لكي تذكرهم بها في كل كلاسيكو. يا